أعزائي مستمعي راديو زهرة العرب، أهلا بكم معنا وموجز لأهم الأنباء يقرأه عليكم ندى عبد الخالق ومحمد الشامي وغدير قابيل. أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية سيرا على الأقدام بشوارع مركز ومدينة تلا للتأكد من تنفيذ قرار حظر التجوال وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق. كما قام المحافظ بتفقد عدد من محلات البقالة والسوبر ماركت للتأكد من توافر السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المقررة، ومتابعة تنفيذ إجراءات حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة والتأكد من إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. وأشاد المحافظ بما لمسه من حرص شعب المنوفية بتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة، وذلك إيمانا منهم بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التواجد الميداني بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بشن الحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكافة المنشآت وأماكن التجمعات للحد من انتشار العدوى بين المواطنين. ليه؟ نحن بحبس 16 جنيه. طيب والسكر؟ 8 والله 8 أنا بشتريها 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 70 حد الأزمة الأخير إن شاء الله. كل عادل المكشوف اللي فيها. خلصنا الحمد لله 55 شارع في الأخر المية والرصف بتاع 17 دخلنا في أول شارع يعني على أول عبد رمضان تخلص ولا بعد رمضان؟ يعني في خلال شهر شهر ونص شهر شهر ونص شهر بيزن. محافظة المنوفية 7 منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة بركة السبع ضمن مبادرة رد الجميل. أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار توفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركات لتوفير منافذ متنقلة تجوب قرى ومدن المحافظة لبيع السلع الغذائية ضمن مبادرة رد الجميل في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم اليوم توفير عدد 7 منافذ متنقلة بمدينة بركة السبع، وسيتم توفير منافذ أخرى غدا الاثنين بقرى مدينة السادات، ويوم الثلاثاء بمدينة الشهداء، والأربعاء بمدينة السرسليان وقرى منشأة سلطان وسدود وبرهيم، والخميس بقرى مدينة أشمون، وذلك للتصدي للممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التي يفرضها بعض التجار على المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا. حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بأنه تم توزيع 3 سيارات لتوزيع السلع بشارع عبد المنعم رياض بالمدينة، وباقي السيارات بقرى طوخي طنبشة والروضة والشهيد فكري وأبو مشهور، وتحتوي هذه السيارات على مواد غذائية جافة من سكر وزيت ومكرونة وأرز عالي الجودة، بالإضافة إلى سيارات لحوم وأسماك مجمدة. ومن الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أطلق مبادرة رد الجميل بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، والتي انطلقت فعالياتها يوم الاثنين الماضي بعدد من السلاسل التجارية بنطاق المحافظة، وذلك بهدف تخفيف العبء على كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، مؤكدا على تدليل كافة المعوقات التي تواجههم
بهدف دعم المواطن ومحاربة الغلاء، وخاصة في ظل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد. أعزائي مستمعي راديو وزارة العرب، أهلا بكم معنا، وهذا اللقاء مع الأستاذ محمد عبد الدايم، أحد رجال الأعمال وأحد أبناء قرية شبرا بخوم، والتعاون الجميل والعمل المجتمعي من خلال رابطة شبرا بخوم. أهلا بحضرتك معنا يا باشمهندس. يعني ناخد فكرة من حضرتك يا باشمهندس عن الجهود التي تتم في القرية حول جهود المجتمع المدني. احنا دايما يوميا شبرا بخوم. امبارح نزلنا على قريه شراميز وقريه كفور الرمل وقريه الدره، ورجعنا تاني على قريه شبرا بخوم، والنهارده ان شاء الله نازلين وسنا وطه شبرا وقفر طه شبرا وميت العز. يعني الجهود اللي بتتم يا باشمهندس للتطهير بتتمثل في ايه؟ بموتور رش كبير بيبقى محمل على العربيه، وبجانب بخاخات معبأة بالكحول للأماكن اللي احنا ما نقدرش ندخل فيها. تمام. وكمامات، بنوزع كمامات وأبوات كحول للتطهير، ومواتير رش خفيفة صغيرة بتتحمل على الكتف تطهر المنازل من الداخل. تمام. مؤكد ان رابطه شبرا بخوم بتحتوي على مجموعه من الشباب المتميزين، يعني برضه رساله نوجهها لهؤلاء الشباب للرفع من معنوياتهم ونشد على ايديهم، تقول لهم ايه يا باشمهندس؟ والله فعلا خير شباب شبرا بخوم انهم يقدروا يقفوا ويساعدونا بجد، ومش شباب شبرا بخوم بس، في برضه ناس من الاحزاب فعلا كانت اشتغلت ومجهود كويس جدا. حزب مستقبل الوطن كان بقياده الاستاذ نصر الصعيدي طبعا، ومعاه مجموعة كويسة جدا جدا بصراحة، وتعبوا وعملوا مجهود كويس جدا. فالحمد لله رب العالمين، يعني في ناس كويسة، وفي حزب العربي برضو اشتغل كويس، يعني في مجموعة أحزاب برضو بدرت وساهمت، وفي مجموعة من الشباب بيشتغلوا يعني كتير، يعني كل واحد متجه في اتجاه شغال عليه. يعني هذا وقت التلاحم وال يعني إبراز الجهود المجتمعية، خاصة وأن الحكومة تقوم بدور بارز لتقديم الخدمات لأبناء أفراد المجتمع. كويس جدا أن في روابط شبابية بتساهم بدور كبير، ودعم برضو رجال الأعمال المحترمين في هذا المجال. أخيرا بتقول رسالة لأهالي شبرا بخوم ومركز أويسنا بصفة عامة يا باشمهندس. والله أنا بتمنى أن كل واحد فعلا يلتزم تعليمات الحفاظة والسلامة والصحة المهنية على نفسه، مش أكتر من كده. تمام. لأن تمام. إحنا فعلا في وباء. أنا قررت أقفل مصنعي من اليوم. غلق المصنع من اليوم علشان المصنع من اليوم كإجراء احترازي، لتجنب أي أعراض على العامل وحفاظا على صحته وسلامته. اسمح لي، أنا بحييك على هذا القرار يا باشمهندس، بحييك على هذا القرار حماية لأبنائنا من العمال. إنتاج المصنع طالع للنظافة والطهارة، كله من إنتاج مصنع النور، طالع لله من المصنع. لله ما شاء الله، يعني جهود جميلة جدا جدا لخدمة المجتمع يا باشمهندس محمد عبد الدايم. احنا بنشكر حضرتك على هذه المداخلة، ونتمنى لكم مزيدا من التوفيق في إطار العمل المجتمعي يا فندم. أشكرك يا محمد، أشكرك. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا يا فندم. وكان هذا أعزائي المستمعين لقاء مع المهندس محمد عبد الدايم، أحد أبناء قرية شبرا بخوم ومركز أويسنا، حول المجتمع المدني والخدمات التي تقدم لأهالي قرى مركز أويسنا بالتعاون مع المجتمع المدني والجهات الحكومية ممثلة في مركز مدينة أويسنا، من خلال التعاون مع الأستاذ خالد النمر رئيس مركز مدينة أويسنا والجهات الحكومية المختلفة. بنتمنى استمرار مثل هذه الجهود، وأن يحزو حزوها كثير من روابط الشباب على مستوى محافظة المنوفية بل وجمهورية مصر العربية. شكرا لحضراتكم على هذا التواصل، وأعزائي المستمعين نستكمل معا فقرات أخرى قادمة. شكرا لكم. جامعة المنوفية تقدم مستلزمات طبية لمديرية الزراعة بالمحافظة. من منطلق دور جامعة المنوفية المجتمعي ووفق توجيهات الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء المحافظة المنوفية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساهمة من الجامعة في هذا الشأن، فقد قرر رئيس الجامعة إمداد مختلف مديريات المحافظة بالمستلزمات الطبية المطلوبة لمجابهة انتشار الفيروس في إطار تعاون جامعة المنوفية مع كافة أجهزة المحافظة المعنية، وانطلاقا من دورها كحصن أمان لأبناء المحافظة للخروج من تلك الأزمة
والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وقام اليوم المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة بتسليم عددا 500 كمامة طبية لمديرية الزراعة، وتسلمها أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية. حضراتكم هذه المتابعة على رأس الساعة ولأهم المواجيز الإخبارية على إذاعتكم زهرة العرب. تحياتي لكم أعزائي مستمعي زهرة العرب، وكان معكم محمد الشامي، وإلى لقاء في مواجيز إخبارية قريبا وعلى رأس الساعة. تحياتي لكم. إذاعة زهرة العرب لكل العرب.